نبدأ. بسم الله. أولا اليوم نتعرف على إعراب جمع المؤنث السالم. سننطلق من أولي لإعراب جمع المؤنث السالم، سننطلق من نص هو أمامكم، سأقرأه مرة واحدة. يزرع الفلاحون مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية، ولما نمت النباتات أعطت محاصيل وفيرة، وللمنتوجات الفلاحية أهمية عظيمة في توفير الأمن الغذائي وعدم التبعية للخلف. أولا نستخرج جمع المؤنث السالم الوارد في هذا النص أو في هذه الفقرة. معروف عن جمع المؤنث السالم أنه جمع إناث، أولا يكون جمع إناث، ثانيا ينتهي بألف وتاء، بألف وتاء مفتوحة. نحاول يا أبنائي معا نتعرف عليه. يزرع الفلاحون مساحات، هذه مساحات هي جمع مؤنث سالم، شاسعة، سأضع تحتها خطا، سأضع خطا تحت جمع المؤنث السالم لنعود إليه فيما بعد لإعرابه. شاسعة من الأراضي الإلهية، ولما نمت النباتات، هذه كذلك توفرت به يعني ينتهي بألف، ألف وتاء مفتوحة، ألف وتاء مفتوحة، هو جمع إناث ينتهي بألف وتاء مفتوحة. أعطت محاصيل وفيرة والمنتوجات، كذلك جمع مؤنث سالم ينتهي بألف، هو جمع إناث ينتهي بألف وتاء مفتوحة كذلك. وللمنتوجات الفلاحية أهمية عظيمة في توفير الأمن الغذائي وعدم التبعية للخلف. سنرى أن هنا ورد في هذا النص، ورد في هذا النص ثلاث جموع من جمع المؤنث السالم، وهي مساحات النباتات وللمنتوجات. أولا نحدد ما موقع إعراب كلمة مساحات. نعود من الأول إلى السياق. يزرع الفلاحون مساحات، ما إعرابه؟ ماذا يزرع الفلاحون؟ مساحات، إعرابه إذن جمع مؤنث مفعول به منصوب، وعلامة نصبه، احنا تعودنا أن علامة النصب في الاسم المفرد أو في جمع التكثير تكون الفتحة، لكن هنا ظهرت الكسرة، هنا ظهرت الكسرة، فعلامة نصب جمع المؤنث السالم هي الكسرة نيابة عن الفتحة. إذا بما ينصب جمع أو ما علامة نصب جمع المؤنث السالم هي الكسرة. هي الكسرة النائبة عن الفتحة. مفهوم؟ إذا هنا مفعول به منصوب. مفعول به منصوب لأن لاحظوا حتى صفته جاءت منصوبة لأنها اسم مفرد. هو ما دام جمع مؤنث سالم منصوب علامة نصبه الكسرة، وصفته منصوبة علامة نصبها الفتحة لأنها اسم مفرد. ولما نمت النباتات، هذا السياق، من الذي نمت؟ هي النباتات. ما إعراب النباتات؟ هي فاعل، لأنه هي التي قامت بالفعل. ما والفاعل يكون مرفوعا، والفاعل يكون مرفوعا، حتى جمع المؤنث السالم علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره كما إعراب الاسم المفرد تماما، كما إعراب الاسم المفرد تماما. إذا علامة الرفع في جمع المؤنث السالم هي الضمة. أعطت محاصيل وفيرة وللمنتوجات، بما سبق جمع المؤنث السالم هنا؟ سبق بلام الجر، وحروف الجر ماذا تفعل؟ تجر الاسم. وما علامة الجر في الاسم؟ سواء هي الكسرة، وكذلك جمع المؤنث السالم علامة جره الكسرة.
والمنتجات الإلهية أهمية عظيمة إلى آخره. إذن بعجالة لأن الوقت لا يسمح، ما علامات إعراب جمع المؤنث؟ يعرب جمع المؤنث السالم بالحركة، هذا أولا الاستنتاج هنا، يعرب جمع